وضع مجد الكروم الحي الشرعي وين شارع مسجد النور في كثير مشاكل كثيرة بنتأمل تنحل بسرعة. الشتاء ورا الشتاء، هاي رابع عشر سنة يمكن، هاي عشر شتوية بتيجي علينا، كلنا بنشكي في الشوارع مزبوطة كيف لازم. إن شاء الله نطلع منها وتساعدونا ونحلها. هذا الوضع قديش صار له قائم؟ هذا الوضع له يمكن 12 سنة. منطقة مسجد النور من 12 سنة وأكثر، وكل مية أهل دير الأسد والبعني بتجري من شارع الثانوية وبتنخرق مجد الكروم، تغرق. هاي مشكلة كبيرة بدها حل جذري، مش سهل ومش هوين. وهاي المشكلة موجودة، بدنا ناس تفهم وتساعد المجلس وأهل البلد واللجنة المحلية في مجد الكروم، اللجنة الشعبية كمان تتحرك والأهالي يحلوها مع الوزراء، مع مين بيفهم بهذا الإشي، تنحل هاي المشكلة. أوضاع عاطلة في مجد الكروم، الشوارع إجمالا عاطلة، وأنا بتعامل برياضة عداء معروف أنا من مجد الكروم، شوارعنا عاطلة بس ترجيش أركض فيها بالقوة. بس رسالة للعمي سليم سليبي، أنا صار عمري شاخر ثياب 58 سنة، للعمر الطويل لل 120 بدي محل أركض فيه بهداوي، بدون ما تراكتورون يدهقني، بدون ما بسكليت كهرباء يدهقني. بنتأمل مسلك خاص للعدائين للبدهين يمشوا، للعدائين وللبدهين يمشوا، يصير مسلك خصوصي كابول فيه مش لكم فيها. الوضع الحي اللي انت بتحكي عنه افتكر بحي الشرقي مزبوط، هناك في مشكلة بالتوحيد وحلوكا، وفي بعيا مع التنظيم ومش ماشي الأمور فيه. صار له هذا الحي أكثر من 10 سنين بيعاني من هذا الوضع، وكل سنة بيعملوا تجديدات وتغييرات وما بيساعد، ما ساعدش الوضع. وبعد لحد إسا الوضع كيف هو، في كم من بيت فعلا طلع دمعتي نزلت، إشي بيشفق. الوضع بعز الشتاء في كم من بيت الوضع تبعهم بيشفق، مش قوارب بدهم سفن يفوتوا ويطلعوا، الأولاد الأطفال المرضى، وضع مزري الحي هذا، وضع مزري. بس نتأمل إن شاء الله إنه يكون السنة اشتغلوا فيه الشارع، نتأمل إنه يكونوا سووه وزبطوه. معروف مبين دائما على الأخبار مجدكم كل سنة بتنغرق من الشوارع، من البنية التحتية مش مزبوطة من زمان، مش يعني إشي جديد على الرئيس الحالي، هذا حكي من 20 سنة والشوارع مجدكم كلها بتنغرق. الناس عم توصل، صح في صعوبات هون بالشوارع، اللي في عم بيشتغلوا بقلب الشوارع، بعد في حفر، بعد في شغلات مش خالصة، بس كمستقبلا كيف احنا شايفين رح يكون الوضع بسادر. صح بده شوية وقت، في شوية شغل بالشارع، بس انه نتمنى انه يكون هنا الشغل لقدام منيح ويكون احسن ويصلحوا الوضع. شوي صعب عندنا هون بالنسبة للشوارع، بالنسبة للشغل اللي فاتحينه، بس انه نتأمل انه يكون الاشي منيح للبلد لقدام. نتمنى انه الاشي يخلص بسرعة، ما يطولش اكثر، ان شاء الله خير. للجهات المسؤولة بنتمنى انه يخلصوا الاشي اسرع، يعطيهم الف عافية. اول شيء كل الاحترام عليك شغل، انه في شغل هيك بالوسط العربي بالكرة العربية، انه عم بيفتح شغل اشي منيح، بده يتأخر بس بالاخر الاشي لمصلحتنا. بنتمنى من رئيس المجلس والجهات المسؤولة انه يخلص الشغل بسرعة. مش منيحة شالي. عندك محل باب هذه الشارع الا مش معبد عمليا؟ حفروا عندي وما رجعوش، ما زبطوش الشارع كمان مرة كيف كان. بدي هذا الوضع صار له عندكم؟ ما رجعولش اياه. بدي هذا الوضع صار له عندكم؟ صار له شهر شهرين هيك. بتودي رسالة لحدا عمليا؟ انت عندك صالون محل؟ بس اليوم حنوا علي، اليوم زبطوا الوضع. بس ما زفتوش بعدين صح؟ ما عبدوش؟ لا انا بقول ان شاء الله بزبطوا الوضع.